مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأ أعضاء الناتو بوضع خطط لتعزيز إنفاقهم الدفاعي قبل الوصول المحتمل للمرشح الرئاسي دونالد ترامب الذي اتهمهم بعدم دفع الحصص المتفق عليها. You didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. وبموجب الخطة التي أعدها الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، سينشئ الحلفاء الأوروبيون صندوق مساعدات مشتركة لأوكرانيا، ما يقلل من التمويل الكبير الذي تقدمه واشنطن، وفقا لما ذكرته أونا لونجيسكو المتحدثة السابقة باسم الناتو. وفي الشهر الماضي اقترح ستولتنبرغ تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 107 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، وهذا من شأن أن يمنح التحالف دورا مباشرا وأكبر في التمويل. يذكر أن المبادئ التوجيهية للحلف تنص على أنه يجب على الدول الأعضاء تخصيص ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي لضمان الاستعداد العسكري للحلف. لكن عام 2023 شهد التزام 10 حلفاء فقط من أصل 30 حليفا في الناتو بالإنفاق باستثناء الولايات المتحدة.